يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات أنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم.